يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر عند الناس لا سيما الذاهبون للحج والعمرة أن يوصوا بعضهم بالدعاء فيقولون لا تنسونا من دعائكم، فهل يبين لمن قال ذلك أن فعله خلاف الأولى؟ لا بأس بذلك، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، لكن لو قلت له الأفضل إنك أنت تدعو ولا تتكل على غيرك والله قريب مجيب، لو قلت له هذا لا بأس، أما أنك تقول هذا أمر لا يجوز أو هذا لا ما يصلح. نعم.